بطل هذه اللعبة هو أنا. هذه اللعبة بكل بساطة، بطلنا ألان حيعزف مقطوعات من أغاني معروفة. خليل حتكون مع فريق حمائي، لسلي حتكون مع فريق إليسا، إليسا حتكون محايدة وحتساعدنا. إليسا مين حتكون الفريق؟ مع فريق إليسا. لا إليسا حتكون محايدة. يا ليت. إليسا حتكون محايدة، وإليسا أنا أبيك تساعديني لأنه أكثر فريق يعرف أغاني هو الفريق اللي حيفوز. جاهزين؟ جاهز ألان؟ هيا بنا نبدأ. الأغنية الأولى، ابدأ. بس ايش هذه الاغنيه؟ لا مستحيل نعرفها. الان كمان سهله. لازم يبين. مروعك. مروعك. إليسا. إليسا جابتها صح. مروعك انت اللي غنيت. طيب إليسا النقطه اللي ربحتيها انت تعطيها لمين؟ لفريقه. والله اذا فريق إليسا واحد. الاغنيه الثانيه. كثير قوية هذه. ليلى مراد، أنا قلبي دليل. برافو 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 برافو. واحد واحد. لك فيك تأثر شوي. شفتي؟ الأغنية الثالثة. جاهزين؟ يلا. هذه إذا ما عرفتوها بس أعطيهم ثلاث ثواني. ديدي مين جاوب اول؟ إليسا. خالد. 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 خليل فريقك معه يا جماعة، تشاوروا مع خليل. أنا قلت ما أدري. قال خالد ديدي. بما أن إليسا هي الطرف المحايد اللي يحكم، إليسا مين جاوب أول؟ مين قال اسم الأغنية أول؟ خالد. الأغنية التالية. فريق إليسا قاعد يخسر. لا لا لا. أوكي. سمعتك يا بدر. وأنا كمان سمعتك بدر. نحن ما سمعنا صراحة. غريب مدري ليه ما سمعته أنت. سعد 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 سعد. فريق إليسا برافو. نسمع تحية يا ألان. بدي اثني صراحة على حيادية إليسا. كنا علميتها لفريقها من البداية. قلنا انه إليسا حتكون حيادية. نسمع احلى تحية لإليسا. كمل.